نفسك ليه تفكر لما يلقاك زول مريض يا بيدي بالدواء لما يلقاك زول مريض يا بيدي بالدواء يا يما تحسبه زي جبهان يا يما زول ما قدره هو شنو عشرة شنو هو بيجيب البلا هو شنو عشرة شنو هو بيجيب البلا عشان الناس الغراب يا ناس قبر ما بنتحملها ناس الاسكان ولا كلمة ناسي والبلف سوا داري السبب شان نختلف البين ناس من انتهى صدموني في أكبر سبب خطوني في عكس الهوى صدموني في أكبر سبب ناس جبرة عكس الهوى هو شنو عشرة شنو هو بيجيب البلا عشان الناس القراب يا الديابة بنتحملها والبلف سوا داري السبب شان نختلف البان ما اصلا انتهى صدموني في ادفع سبب يا وطفور عكس الهوى صدموني في ادفع سبب اخوى الصلاة عكس الهوى هو شنو عشرة شنو زي ده اللي بيجيب البلا عشان الناس القراب الكلاك لو نتحملها لو ما السبب كان تغنى عما كنت اصلا مخربة صدموني في ادفع سبب حطوني عكس الهوى يا ماري صدموني في ادفع سبب يا معمر عكس الهوى ما اسمع غير القدرة مصير نروحنا نبكينا يا مارق روحنا بندفنا يا جناب روحنا بندفنا في بلال روحنا بندفنا يا محمد روحنا بندفنا والله روحنا بندفنا يا ودبر روحنا روحنا بندفنا ناس قبر روحنا بندفنا شباب قبر رحنا بندفنا الغرابة رحنا بندفنا كنوغة رحنا بندفنا البقارة رحنا بندفنا بالإسكان رحنا بندفنا إسكان قبر رحنا بندفنا الجمارك رحنا بندفنا رحنا بندفنا ناوت بار رحنا بندفنا يا هولندي رحنا بندفنا يا سعلبي رحنا بندفنا ود الدب رحنا بندفنا او العريس رحنا بندفنا
نفسنا في بلال رحنا بنفسنا والله رحنا بنفسنا أنا يا والي رحنا بنفسنا والله رحنا بنفسنا والله رحنا بنفسنا أولاد هولندي رحنا بنفسنا يا سعلبي نحنا بنفسنا